من الاليار فت محمد عبد الناصر حسن ياسر شوشرة عمر خليل في المقدمة ماهر السيد خطيرين في فريق الطليعة أيضا على أرض الملعب الاثنين كانوا يلعبوا بفريق واحد هشام عابدين لاعب النواعير وعرف الأغا ومن خلال حكمة اللاعبين يصعب تجاوز منطقة الوسط بالنسبة للاعبي الفريقين الهروب عبر الأطراف وهنا أكرم علي ينجح الخاصة بفريق محاولة صنع هجمة تبقى يعني من المنطقة الدفاعية هذا السيراليوني مصطفى باسافا وهذا غسان معتوق وواحد من اللاعبين فريق النواعير رمي التماس تنفذ وتبقى لفائدة فريق النواعير داخل منطقة الجزاء كرة تخلص من الدفاع وتتسلم بشكل صح لماهر السيد ماهر ما بيتمكن في رد الميناني متابعته تنتقل لفائدة فريق الوحدة عمر خليل يحاول الهروب من باسل لعلي وبهي كرة أمامية لعرف الآغا لكن الرقابة واضحة إذا ضربة حرة اتجاه السيناريو هي من الزين لكن محمد بيروتي التقى محاولة مجددا ورد فعل يحسد عليه محمد بيروتي انبرى لهذه الكرة وردها والاختبار الاول لمحمد بيروتي كان حاضرا في المطلقة جيدا في وجه لاعبي النواعير كرة بتتهيأ من السيراليوني مصطفى باسافا للشعب حول لناحية اليمين عند حسن مصطفى بتركالي كرة بعيدة لعبها ساقطة باتجاه مرمى بدر الدين الأزور وفرحة كبيرة لأنصار الوحدة على المدرجات هذا هو بين فريقين يبحثان عن مقعد بين الكبار بعد هذا رضوان الأزهر حارس مرمى فريق الوحدة عمره 29 سنة وكرة وسط الملعب كثافة عددية أكبر من جانب لاعبي إلى صفوف فريق الوحدة بعد بطاقة حمراء نالها في المباراة الأولى حقيقة فريق الوحدة خسره في المباراة السابقة أمام النواعير وكانت جهود طيبة لو كان مش حراس كاظم الشاكر وهو مدرب عراقي والمعالج عزة شقاله وعدد من اللاعبين البدلاء اللي عم يتحضروا فيها هجومي حضور الوحدة مع مكتمل من خلال انهاء الهجمات ومن خلال التبادل في المراكز عم نشوف في تبادل في المراكز لكن التبادل في المراكز يغيب النهاية السعيدة للكرات المرتدة الواجب الدفاعي بحثا عن التعادل واشاهد الكابتن نزار محروس يتخلى عن المقاعد الاحتياطية لتوجيه لاعبينه وهنا الفرح كبيرة على المدرجات الحطينية والضربة الركنية الثانية لفريق الوحدة في هذه الأثناء رأسية من مصطفى باسافا لكن الكرة تخرج هدف واحد لضيفه فريق الوحدة والجماهير الحطينية تشعل المدرجات فرحا بهذا التقدم لما لا يعني مراحل سابقة لم تشهد الفرحة إن كان في الأسبوع توجت بالهدف الثاني في مرمى الوحدة عبر السيد بيازيد وهنا محمد حاول التقاء تلك الكرة لكن السيراليوني مصطفى باسافا كان حاضرا لتلك الكرة الوحدة كأس الجمهورية كان موجودا بدر الدين الأزور لكن الظروف شاءت أن ينتقل الدين الأزور بداية هذا الموسم إلى فريق حطي مع انتقال رضوان الأزهر لفريق الوحدة من فريق الجيل هنا مصطفى باسافا بكل هدوء وبكل أناقة يبعد الكرة لتعرض زميله ماهر السيد لإصابة محمد عدنان رمي التماس ورأفة محمد كرة بتتحول الخالد بطريق الخطأ لفائدة الوحدة مع منح ادفانتج من حق الوحدة والكام اجمل وافضل من الشوط الماضي عبر اداء متبادل من فريق وسط افضلية ووسط خطورة اكثر من فريق حطين اكثر من خطورة الوحدة على المرميين طويلة العدد في المباريات القادمة لان جمهور حطين دائما اكبر من ذلك بكثير مؤازرته لفريقه مباراة قادمة بالنسبة للفريقين في الاسبوع القادم حطين راح يحل ضيف على النواعير يوم الجمعة القادم
والوحدة يوم السبت بعد القادم سيستضيف فريق الطليعة ضمن منافسات المرحلة الرابعة. ضربة مرمى لفائدة فريق حطين، الكرة خارج حدود